ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مساء الحب، وطالما هنتكلم عن الحب النهارده يبقى لازم نكون بنحب نفسنا الاول. عشان نقدر ندي كل اللي حوالينا كل حاجه حلوه وكل حاجه حلوه جوانا، لازم نكون بنحب نفسنا الاول. احنا هنحب نفسنا في اي وضع من الاوضاع، سواء كنا حلوين او وحشين، رفيعين، تخان، بيض، سمر، لازم نحب نفسنا في كل الاحوال. بس مفيش مانع ولابد طبعا من التغيير. التغيير لازم يكون موجود في حياتنا، طالما للاحسن لازم نتغير. احنا مش هنتغير عشان خاطر احنا وحشين، احنا هنتغير عشان خاطر احنا حلوين وحلوين جدا كمان، بس احنا عايزين نبقى احلى. ومش هنتغير عشان حد، انت مش هتتغيري عشان خطيبك او جوزك، وانت مش هتتغير عشان خاطر مراتك او خطيبتك، لا، احنا هنتغير عشان بنحب نفسنا، هنتغير عشان نبقى احسن، وهنتغير عشان نبقى افضل في حياتنا وافضل لصحتنا وافضل لكل حاجه في حياتنا. وطالما احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومؤمنين ان هو يقدر يغير كل حاجه للافضل، يبقى احنا هنتغير ان شاء الله للافضل. عشان كده انا معايا النهارده دكتورنا الجميل، دكتور السعاده، دكتور محمد عربي. اهلا وسهلا بحضرتك وبنرحب بيك. وطبعا موضوع حلقتنا النهارده الناس اللي هم مش عارفين يخسوا ازاي، مش عارفين يبداوا منين، الناس اللي هم بيخسوا ويوصلوا الوزن المثالي وبعدين يرجعوا تاني نقطه الصفر. طب نعملوا ايه يا دكتور؟ هو في الاول يعني مساء الفل عليك وعلى كل جمهورك الكريم، وخليني اخد من كلامك وارد عليك كمان كلمه حلوه قوي. انت كنت بتتكلم عن كونسبت التغيير، فقبل ما ارد على الناس، وبان ان احنا عايزين نظبط وزننا ونظبط جسمنا، فده مين لتغيير في حد ذاته، تغيير جيد جدا. الناس دايما ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان، لولا انه ما يعني خلقك الا لانه احبك، فربنا خلقك عشان بيحبك. فما دام خلقك وهو بيحبك مفيش حاجه اسمها وحش. هو ربنا صور بني ادم على صورته وقال لك ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، فمفيش حاجه اسمها انسان وحش، في انسان حلو، بس انت النهارده في مرحله الحلو. ما تيجي نطلع مع بعض ده اللي احنا نعمله للاحلى. هي دي دايما بقولها للناس، بقول لهم انتوا مفيش حاجه اسمها وحش. انا عايزك لما تيجي تتغير، لما تحب تعمل اي حاجه اعملها لنفسك. التغيير حلو قوي. اتغير وانا حاسس ان انا اصلا كويس، ما اتغيرش وانا حاسس بالاحباط. هي دي الفكره، اتغير وانا متقبل نفسي. هي دي الفكره. عارفه ان قمه الرضا انك ترضى عن ذاتك. لان لو رضيت عن نفسك رضيت عن كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها لك. فانت لما بتقول انا شكلي وحش، هو انت بتعيب على نفسك ولا بتعيب على الخالق؟ لا، انت بتعيب كده على فهو حاشا وكلا، يعني الناس ما بتبقاش قاصده. فلا، انت حلو جدا بكل صفاتك دي. بس الجمال انواع، في جمال في الشكل، في جمال في الروح، في جمال في الفكر. فالجمال انواع، مش لازم كل واحد واخد حقه في الحياه 24. دي حقيقه جراد. جدا دي حقيقه جدا. فانا مش لازم ابقى جميل 100% عيوني خضراء وشعري اصفر خالص. كلنا جمال، بس كل واحد جميل بطريقته. فعشان كده كان لازم اخد من كلام حضرتك على طول واقول للناس انتوا حلوين جدا، انتوا كويسين جدا، انتوا جمال جدا. انت كده خدت المقدمه بتاعتي. لا خالص، لازم. ما هو عارفه في نوع كده بنسميه في العبقريه من الاقتباس، انك تقتبس من اللي قدامك. وبما ان المقدمه كانت كويسه جدا فكان لازم اعلق عليها. هو حته ان انت دلوقتي حلو قوي في كل احوالك، انت جميل، بس احنا في مرحله الحلو، واحنا النهارده مع بعض عشان نوصل لمرحله الاحلى ان شاء الله. طبعا. انا كنت عايزه اكلم حضرتك على الناس اللي هم خلاص خسينا وخلاص وصلنا للوزن المثالي وخلاص كل حاجه تمام، وبعدين نرجع تاني نتخن ونتخن اكتر من الاول ونوصل تاني لنقطه الصفر اكننا ما عملناش اي حاجه خالص. وطبعا بتوصل بقى لدرجه اكتئاب واحباط رهيبه. وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. هنا هقول لك على حاجه. هنا لايف فين؟ طيب، هو عارفه بيقولوا ايه؟ الدايت، كلمه الدايت او كونسبت الدايت عند الناس يقول لك ايه؟ انا هعمل دايت. يعني انا اعرف ناس لما بتيجي تتابع معايا في المركز او اونلاين او غيره، اول ما تيجي فتقول لي والله دكتوره بحبك جدا، انت جميل قوي. وبعدين حته علشان احنا الحمد لله متخصصين برضو يعني في جزء الدعم النفسي وجزء سايكولوجي، وقد ايه انا بسمع لك لايفات وحلقات على التلفزيون وبلاقيك رائع جدا. فانا قررت اتابع معاك، بس على شرط انا هقعد اسبوع الاول اكل بيبسي واشرب بيبسي واكل شوكولاته واخربها وبعد كده اجيلك. فانا اروح جاي ضاحك جدا اقول لهم ليه؟ تقول لي ما هو انا هعمل دايت يا دكتور، وتبدا تستاء جدا. فاقول لها طب والدايت يعني عندك ايه؟ للاسف ان الناس كلمه دايت تعني نظام غذائي، هو نيوتريشن بروجرام، يعني هو نظام غذائي ايا كان شكله. فهو الدايت ده شيء كويس جدا، يعني اللي بيتخن بيعمل دايت واللي بيخس بيعمل دايت، فالدايت ده نظام غذائي، فهو ملوش اي علاقه. مشكله التغذيه الراجعه، الناس اللي عندها فيدباك سيئه عن الدايت، الناس اللي راحت لناس كتير جدا وادوهم حته ورقه مطبوعه محروم من كل حاجه، ما تاكلش شوكولاته وما تاكلش عنب وما تاكلش موز، واوعى تقرب من المانجا، واوعى اشوفك مش عارف بتعمل تشرب لك شاي اخضر او نسكافيه، الكلام ده غلط جدا. هو احنا عشان نبدا اول حاجه لازم نراعي التغير او التغيير. الله سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا خلق الدنيا
100% في 6 ايام. تمام. فده معناه حاجه مهمه جدا، معناه ان في سنه اسمها سنه التدرج. الناس اول مشكله بتوقع الناس وبتخليهم ما يكملوش الدايت وما يكملوش الرحله، اول حاجه ان هم ما عندهمش التدرج. هو بيقول انا هبدا النهارده دايت، عايز من تاني يوم يجرى تغيير. يا فندم عمرها ما كانت كده. او ممكن الاول اصلا لو بطل بيبسي بس ده اللي انا جاي فيه وقلل العيش، هو ده ممكن. فهو الفكره كلها ان في الاول اوعى في يوم من الايام تبدا تحرم كل حاجه. على فكره الاكل ادمان. الاكل ادمان زيه زي الكوك او الكوكايين او زيه زي اي عنصر ممكن تدمنيه. ما في مشكله يا دكتور هنا، في ناس ما عندهمش شهيه للطعام، لا ده عندهم شهوه ناحيه الطعام. يعني هو الطعام بالنسبه له هو حياته. ما هو دي فكره، هو عايش عشان ياكل. هقول لك على حاجه صغيره، دايما احنا عايزين نبدا علشان الناس تبدا توصل لوزن مثالي، اول حاجه عليك باتباع هو التدرج. التدرج ان انا اعمل ايه؟ ان انا النهارده باكل 10 معالق خليهم 9، بكره يبقوا 8، بعد اسبوعين يبقوا 7. حجم المعده نفسه ينكمش. ينكمش. المعده عامله زي البالونه، بتتنفخ يعني بتكبر وبتتهوى تاني وبتقل. دي المعده ببساطه شديده جدا. عارفه حجم المعده الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه قد ايه؟ قد قبضة اليد. طيب هي بتكبر قوي كده ازاي؟ لان هو من خلال هي مدخلات اللي انت بتدخلها. انت يا فندم على فكره بتاكل كتير، احنا مضينا شوكولاته وبيبسي وشيبسي وخربينها يعني. لا هي المعده الموضوع كله ببساطه انك لا اقلل ده. اول حاجه قلل كميات الاكل. طب ازاي احول شهوتي للطعام؟ البني ادم اللي عنده شهوه للطعام ازاي احول الشهوه دي لشهيه عاديه؟ ما هو انا بس اكل لما جوع. التدرج في الطعام. يعني ان انا باكل من 10 معالق ل 9 ل 7 لحد ما اوصل للكميه المطلوبه في نطاق سعرات الحراريه. ده اول حاجه. تاني حاجه الابتعاد عن، ابعد عن الحاجات. انا بقول دايما بقول الاكل اللي مش شارع. ايه هو الاكل اللي مش شارع؟ الاكل السيء. يعني في حاجات كده بنشربها ملهاش اي 30 لازمه وبناكلها ملهاش اي 30 لازمه. خليك زي ما ربنا خلقك، كل الخضروات وكل الفاكهه وكل الاكل اللي معمول في البيت على قد ما تقدر. طب انا في الشغل يا دكتور طول الوقت وانا طول اليوم بره البيت. كل اكل على قد ما تقدر يبقى نظيف. احنا دايما مفهوم التغذيه بنتكلم في مفهوم مهم جدا، هو حاجه اسمها كواليتي اند كوانتيتي، جوده الاكل وكميه الاكل. فجوده الاكل على قد ما تقدر. انت النهارده لو رايحه شغلك ممكن تاخدي اكلك من البيت، تاخدي في حاجه اسمها لانش بوكس. مفهوم اسمه مفهوم اللانش بوكس دلوقتي بدا ينتشر، اللي هو عباره عن طبق كده بتاخديه معاكي بلاستيك في شنطتك، خديه وانت ماشيه حط فيه بيض، حط فيه فراخ مشويه، حط فيه ممكن كل مكسرات. الحاجات دي مكسرات، حط فيه زبادي، الحاجات الفواكه المجففه بتاعت رمضان عليكي نور، حط فيه زبادي، حط زبادي بالفاكهه. يعني ممكن تاخدي وجبتين ثلاثه تكفيكي على مدار يومك وتروحي البيت تكملي اكلك وفي نطاق سعراتك الحراريه على قد ما نقدر يعني. فهو الفكره كلها. يبقى دي تاني حاجه، يبقى انا اول حاجه ان انا اقلل كميات الاكل، تاني حاجه ابتعد عن الاكل السيء جدا، الاكل وخاصه الابيض، السكر، الملح، الدقيق الابيض، السموم البيض على قد ما نقدر نبعد عنها، لان الاكل دوت بيستفز هرمون اسمه هرمون الجوع. ازاي افرق هرمون الجوع؟ انت جيت لي بقى في النقطه اللي انا عايز اسالك، الجيرلين هرمون. ازاي افرق ما بين الجوع الطبيعي والجوع العاطفي الناتج عن اكتئاب او ناتج عن سعاده جامده قوي؟ فانا لما ببقى مبسوطه قوي قوي اخش على الثلاجه، في حد تاني يقول انا لما ببقى مكتئب قوي افتح الثلاجه. طيب نفرق ازاي ما بين الاثنين؟ ازاي اعرف اذا كنت انا دلوقتي جعانه طبيعي ولا عندي ما يؤثر عندي اللي هو الجوع العاطفي؟ عليك نور. بس الموضوع ببساطه شديده جدا، اول حاجه لازم تعرفي الفرق بسيط جدا. الجوع العادي اول ما هاكل اي اكل هشبع، الجوع العاطفي لا، باكل لحد ما اوصل للتخمه ان انا مش قادر. دوت واحد. اتنين، الاكل العادي ما بيطلبش نوع اكل معين، يعني اي اكل، اي حاجه في البيت. اللي هو احنا كرجاله لما بتدخل البيت عايز تاكل ايه بكره، فالراجل المصري يرد عليك يقول لك اي حاجه، هو ما عندوش كونسبت، اي حاجه اللي هتحطيه انا هاكله. فدي الفكره. هو الفكره كلها ان الجوع العاطفي لا، الجوع العاطفي بيطلب نوع معين. دوت همثلها دايما للسيدات في وقت البيديو. دي البيديو عند الست دايما في الوقت ده بتطلب معاها ان هي بتاكل سكريات كتير. ليه؟ ايه اللي عندها؟ هو باختصار شديد جرى توتر في هرمونات الجسم، الادرينالين عالي وفي مشاكل وفي لخبطه وفي فانا عايز اخد شويه اكلات تعلي لي هرمونات السعاده، تعمل بالانس. الشوكولاته. طب ليه الشوكولاته؟ الدارك خاصه، لان فيها هرمون اسمه الايثيلين. الايثيلين ده هرمون من هرمونات السعاده. طيب ايه تاني؟ السكريات، الاكل السكر اللي فيه سكر كتير وفي دهون كتير بيحفز الدوبامين، هرمون من هرمونات السعاده. والاكل، في اكل بقى احنا دايما للناس بقى اللي عندهم مشاكل نفسيه احنا بننصحهم باكل اسمه اكل السعاده، زي الموز، في بوليفينول، ماده امينو اسيد مكون للسيروتونين، المكسرات، الفاكهه، الدارك شوكليت هايل جدا، الدارك تشوكليت هايل جدا. تمام. الحاجات دي كلها محفز لهرمون السعاده. فانا ممكن اخد ان انا احفز سعادتي لان هو بيجرى خلل في الهرمونات، فالجسم بيبدا يعمل، عايز يعمل بالانس. عندنا نوعين من الهرمونات، هرمونات التوتر وهرمونات السعاده. هرمونات التوتر بتعلى، فبالتالي انا عايز اخفضها، بعمل ايه؟ اعلي هرمونات السعاده، فيحصل العلاقه ما بينهم علاقه طرديه، ده بيعلى فده بيقل. فده باختصار شديد جدا. فهو انا عايز اعرف انا عندي، وهي بتبان يعني، هو نفسه بيبقى متوتر.
طب دلوقتي في حد بيبقى الشيب بتاع جسمه كله جميل وجسمه جميل جدا ووزنه على الميزان حلو قوي قوي قوي، بس عنده سمنه في منطقه واحده بس من الجسم، وانا مش عايزه اخس، انا وزني كويس، انا بقيت جسمي مظبوط، اعمل ايه؟ طيب في تعال ناخدها قاعده، مفيش حاجه اسمها الجسم بيخس من منطقه معينه او بيزيد من منطقه معينه، الجسم يا بيزيد كله يا بيخس كله، ولكن في حاجه اسمها جيناتيك ماب او الخريطه الوراثيه. كل واحد فينا اتولد عنده جينات من ابوه وامه ومن عيلته، فبالتالي هتلاقي في بالنسبه للموضوع ده اكتر عند السيدات، هو في السيدات والرجاله، السيدات بتكثر في الجيناتيك ماب عندهم بيبقى في الجزء اللور او الجزء السفلي في الجسم، الجلوتس ماسل اللي هو عضلات الارداف بالجزء السفلي. تمام. الرجاله او الرجال بيكثر عندهم في حته البطن، يعني هم تكتل الدهون بيبقى فين؟ في اربع مناطق، كرشه يا اما يا اما في المنطقه السفليه في الارداف، يا اما في المنطقه العلويه في البطن، يا في الظهر، يا في الدرعات. فالبطن ظهر درعات. طيب ايه دوت ده؟ نتكلم على برضو الخريطه الهرمونيه للجسم. عندك الجزء السفلي عشان الاستروجين، الاستروجين بتاع الستات هرمون الجمال عند المراه، ده لما بيزيد بيعمل تكتل في المنطقه دي. طيب بالنسبه للبطن اللي عندك بيبقى فيه مشكله اللي هو الانسولين، مقاومه الانسولين، يعني اي حد عنده بطن او عنده كرش زياده اعرف ان هو ممكن يدخل يعني في مقاومه الانسولين. يعني قصد حضرتك نشوف المشكله جايه منين اصلا بدايتها ونحلها، فلما نحلها السمنه الموضعيه دي هتروح، السمنه الموضعيه. ما هو انا جاي هقول لك ليه برضه، هقول لك ازاي. وعندك الجزء الثالث في الهرمونات هو جزء الظهر والدرعات، ده بيبقى عن التستوستيرون او هرمون الذكوره، لما بيزيد شويه بيعمل مشاكل في الظهر والدرعات. طيب نحل ده ازاي؟ الحل الاولاني ان احنا نظبط الاكل بتاعنا، جسمنا هيبدا يقل ويقل كويس جدا. يعني انا في ناس بتيجي بتشرفني في المركز يا دكتور انا احنا معلش مقاطع كلام حضرتك انا اسفه جدا، ما احنا بنقول لو حد وزنه مثالي حلو جدا ده. طيب لو وزنه مثالي وعايز يعمل ده، طيب البطن القيصريه مثلا عند الستات، طيب البطن القيصريه كل الستات بتعاني منها، انا عندي مشكله في البطن القيصريه، طيب هنا المشكله يا ترى هو انت عندك لما الدكتور النساء لما فتح لك وطلع البيبي ومش عارف جرى ترهل في العضله، يعني العضله جرى لها مشكله في الليفه العضليه ولا لا؟ أكيد. طيب لو جرت مشكله يا ترى التئمت ولا لا؟ لان هي ليها كذا شكل، يعني هي من شخص لشخص بتختلف. في احيانا عباره عن الجلسات زي الميزو تكنيك مثلا زي الميزو سيرابي والجلسات اللي على الاجهزه بتجيب نتيجه جدا، وفي احيانا الناس بالرياضه بس بتظبط لهم الجو دوت وتظبط لهم الدنيا، وفي ناس لا بتحتاج لتدخل جراحي. يعني احنا عندنا الثلاث حاجات. طب انا انصح بايه؟ دايما الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. لما تلعبوا رياضه وفي المنطقه دي بالذات، هو الفكره ايه اللي بيتكون؟ الجسم بيزيد حاجتين، يا دهون يا عضلات. فبالتالي انا عندي الزياده دي، زياده الدهون هبتدي ان انا العب كارديو، تمارين الكارديو او تمارين اللي هو الجري والنط الحبل دوت، اصلا التمارين دي هي خاصه بحرق الدهون، فتبدا تحرق في دهون الجسم. بعد كده هبدا التمارين العب تمرينات المقاومه وتمرينات التقويه للعضله. فلما ابتدي العب تمرينات الكارديو فده انا قللت من حجم الدهون عندي. تمام. وبدات اظهر كمان مع التمرينات المقاومه ابتدي اظهر وتمرينات الويت والاوزان العضلات، يبقى انا خلاص حليت المشكله. بس مش كل الناس بتقدر تحل المشكله بالطريقه دي، لان هي طريقه طبعا صعبه وبتاخد وقت ومجهود. هي اي حاجه في الدنيا بتاخد وقت ومجهود، يعني خلينا واقعيين، هم دلوقتي بيلجأوا للعمليات اكتر عشان العمليات والعمليات مش افضل. تعالي برضو نتكلم في كونسبت، مفيش مجهود، خلينا هاخد حقنه اقوم الاقي نفسي حلو جدا، هاخد حقنه وهشيل جزء من جسمي او ايا كان، جميل. بعد كده عكيتي بقى وفضلتي ما عملتيش اللايف ستايل. انا دايما بقول لاي حد راح العمليات، واحنا عندنا دكاتره زمايلنا اللي هم بتوع الجراحات التجميل والبلاستيك سيرجري وجراحات السمنه باشكالها، لما بيجوا يتكلموا معانا بقول للعميل اللي عنده، لان انا اشتغلت مع دكاتره وفي دكاتره بيبعتوا لنا حالات كده، بقول انا اولك وانا اخرك، يعني دكتور التغذيه هو اولك واخرك، ليه دكتور بعد التغذيه بعد العمليه هتجيله وقبل العمليه هتجيله، فانا ليه اعمل عمليه؟ طب ما تعالى لي قبل العمليه نظبط جسمنا، وبعد كده كده من طب بعد العمليه مضطر تيجي. طب انا عملت العمليه أصلاً. عمل مثلا نحت قوام وعمل شفط دهون، خلاص عمل وبقى جميل جدا، وفضل ياكل بنفس نمط التغذيه بتاعه، ايه اللي هيجرى؟ هيجرى له تكتل دهون في مناطق ثانيه، فهتلاقي مناطق ثانيه بتزيد. فجبت يعني في الاخر احنا بنلف في دايره مغلقه. ايوه يعني هي دي الفكره، دايره مغلقه وموضوع انت مش عارف تطلع براه. فلا، عشان تطلع بره ده لازم تعمل لايف ستايل محترم. عشان كده دايما بقول كل الحلول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال فلينظر الانسان الى طعامه. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ازاي، قال لكم يا جماعه الايه دي ايه مش بس ايه اعجازيه كما المفسرين قالوها، ان انت فلينظر الانسان الى طعامه ان صابنا الماء صبا، وشكل الاكل وبيطلعوا من نفس الميه ونفس النبته، انما لا ده ربنا قال لك هي دي، بص لطعامك شوف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه، لان وقود الانسان هو الطعام. الناس متخيله دكتور التغذيه هو مجرد واحد كل اللي بيعمله ان هو بيعمل لنا دايت، الموضوع اكبر بكتير. دلوقتي بما ان احنا عايزين نعرف ايه الكونسبت بتاع التغذيه، تمام، نعمل ايه واحنا في ايام كورونا دلوقتي؟ في ناس مش عارفين تروح للدكاتره، في ناس مش عارفه تبتدي منين، في ناس مش عارفه تعمل ايه،
دول يعملوا ايه؟ يروحوا طيب فين؟ هقول لحضرتك على حاجه. يمكن احنا اليومين دول شغالين في لايف، يعني احنا الحمد لله انا كمحمد عربي عامل حاجتين حلوين جدا. تمام. في ان شاء الله معرض الكتاب يوم 30/6 نازل كتاب اسمه ازاي تخس من غير ما تحس. الكتاب ده باذن الله هتلاقوا فيه، يعني ده هيبقى مرجعيه كامله لاي شخص عادي يتحول من شخص عادي لدكتور نفسه، ان هو فاهم كل حاجه عن التغذيه. احنا عايزين بقى الشخص يبقى دكتور نفسه، دي حقيقه. ما ده اول حاجه احنا بنقدمها لكل الناس. ثاني حاجه ان في كورسات احنا عاملينها لسه برضو، دي اول مره تجرى، ان احنا عاملين كورسات حاجه اسمها بيرسونال نيوتريشن، يعني ايه التغذيه الشخصيه. بتدرس فيها كورسات بتاخدها اونلاين او اوفلاين، يعني اما بيشرفونا في اماكن محدده احنا بنوجههم ليها فالناس تبدا تدرسها اوفلاين وباسعار رمزيه جدا يعني، يا اما بيبدا يدرس الكورس ده اونلاين على زوم او غيره، بيبدا يتواصل معانا وبنبدا نقول له والله ايه بقى يعني ايه ايدل بادي ويت، يعني ايه الوزن المثالي للجسم، يعني ايه البادي ماس اندكس، يعني ايه مؤشر كتله الجسم، طب ايه انواع الاكل، يعني ايه كارب، يعني ايه فات، يعني ايه بروتين، يعني ايه فايبر، يعني ايه سعرات حراريه، يعني ايه هو بيعرف الياف. كل حاجه كل حاجه، فبيبقى ملم بكل حاجه، ان هو ياكل ايه وما ياكلش ايه، ياكل ايه وما ياكلش ايه، ويظبط سعراته الحراريه ازاي، ويتخن امتى. هو في ثلاث حاجات بيعملها، اما بيتخن اما بيخس اما بيثبت وزن. أيوة متحكم، يعرف في يعمل نفسه. ده متحكم في نفسه. بس هي فيها حته واحده بس يا دكتور تبقى ناقصه. ايه هي؟ اللي انا بقى اروح للدكتور والدكتور يأنب ضميري، يعني يقول لي مفيش. هقول لك على حاجه صغيره. يقول لي لا انت زدتي هنا دور الدعم النفسي. هنا دور الدعم النفسي. هقول لك على حاجه صغيره. دايما احنا بنقول ايه، بنقول يعني انا واحد من الناس، ودي مدرستي اللي بعلمها الناس التواصل. حتى لما ان انت دايما لما بيجي لك الشخص اللي جاي قاعده في علم النفس، الشخص او اي انسان تعبان باي تعب ايا كان، عضوي او غير عضوي او نفسي او غيره، بيروح للدكتور او للاستشاري بتاعه مش عشان يسمع منه يقول له انت تشخيصك ايه، بيروح عشان يشتكي له همه فالتاني يقول له معلش ويطبطب عليه. لان بدليل في دكتور تدخلي عنده تطلعي من عنده روحك المعنويه عاليه جدا، وانت يعني يبقى عندها كل حاجه عشان ابقى تمام، الناس يبقى عندها امراض الدنيا. ونعرف دكاتره كده وبيواجهوا مين، بيواجهوا الكانسر وبيواجهوا امراض صعبه جدا. وتدخل عنده البيشنت او تدخل عنده المريضه تطلع من عنده طايره في السماء. واعرف ناس تانية بتبقى داخله له بشويه صداع يقول لها انت هتموتي، فتطلع من عنده متدمره وعندها حاله نفسيه سيئه جدا. فدي حقيقه، لان الوهم، ما هو الوهم الموت. افكارك تجلب اقدارك. انت كل حاجه ما تفكر بيه تجده. كل متوقع ات، كل متوقع، زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قالها، سيدنا علي بن ابي طالب قال كل متوقع ات. اللو فتراكشن او قانون الجذب بيقول before you achieve you must believe، قبل ما تحقق لازم تصدق. انا سمعت كمان حاجه جميله جدا، ان الانسان لو فضل مثلا سنه مثلا كامله مثلا او عده اشهر ما يجي ينام يتخيل حاجه معينه، يتخيل نفسه في وضع معين تتحقق. ما هو ليه بقى؟ لان مش قعده اشهر، هو الفكره كلها في حاجه اسمها تجلي للفكره وتجلي ذات الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث القدسي على لسان حضره النبي قال ايه، ربنا بيكلم الناس بيقول له بيفهمنا بيوعينا بيقول ايه، بيقول انا عند ظن عبدي بي ان كان خيرا فله وان كان شرا فله. صح. تمام. فانتم على ما تظنون. بص، ظن في ربنا طبعا، انا يعني هو ان كان خيرا فله وان كان شرا فله، فاحنا كبشر على ما نظن في الله. فانت لو بصيت لله، دايما يقول ان المتفائل مؤمن والمتشائم غير ذلك. عندنا كده في الدين لا ترى في ليه عليك نور، لان انت ما ينفعش تظن انت كنت فين لما ربنا سبحانه وتعالى، انت جاي لا تدبر لنفسك امرا فان ذوي التدبير هلك واتركها تجدنا اولى بك منك. الله. احنا كنا فين وانت والله سبحانه وتعالى خلقك وسخر لك اقدارك وربنا ويدبر الامر ووصل لمن لا حيلة له حتى هي دي الفكرة. يتعجب اصحاب ده في ناس قال لك وقتل كيف قدر. ايوه ثم قتل كيف قدر. لا 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 خد بالك، انت ما تقدرش لنفسك، ما تعترضش ونفر من قدر الله الا قدر الله. فهو دايما انت خليك دايما اسعى انك تتغير للافضل، وده اللي احنا بنقوله دايما. احنا بنقول للناس ان لا، انت اسعى وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفرق شاسع بين التوكل والتواكل، توكل على الله حسن توكله. اهم حاجه الرضا، الرضا والتوكل. الانسان اقول لحضرتك على حاجه، الحياه الانسان مقيده بشيئين، السعي التفكير والسعي. شكرا. يعني انت كبرنا بنعمل، بنسعى وبنجري. احنا دلوقتي جايين ليه؟ عشان نوصل حاجه عشان نسعد الناس، عشان نوصل كونسبت الهابنس وكونسبت السعاده للناس. فاحنا المتعه في السعي مش في الوصول، دي حقيقه. اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وكسرنا الدنيا والناس استفادت وغيرنا حياه الناس، خلاص دي بتاعه المولى عز وجل. هي الحته بتاعه انت عليك السعي، حته النتيجه دي بتاعه المولى عز وجل، ما تفكرش فيها اصلا. انت جميل جدا. الله يعزك. وانا مبسوطه قوي 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 النهارده، كم سعاده رهيبه ان انت معانا. وللاسف الوقت قصير جدا كده، مضطرين ان احنا نختم الحلقه. طبعا اشوفكم في حلقات جايه كتير قوي قوي ان شاء الله، وكلها احلى من برنامجنا 6 على 6.